اروح معاكم من نادي الزمالك لموضوع تاني. من زمان يعني المفروض ان كان يحصل امبارح كده، تابعت بعض التصريحات لاعضاء مجلس اداره اتحاد الكره المصري، قالوا فيها عن رغبه اتحاد الكره في فكره ان هم يكونوا منتخب مصر للمحليين. طيب المنتخب ده المفروض يكون عامل ازاي؟ يكون معظمه من لاعبي القسم الثاني، وفي مجموعه منه من لاعيبه الدوري الممتاز. الهدف ايه؟ الهدف منه هو ان هم يشاركوا في تصفيات كاس الامم الافريقيه، بالتالي المشاركه في كاس الامم الافريقيه مهم جدا. مبدئيا احنا قلنا هنا ان ما ينفعش مصر ما يبقاش عندها منتخب للمحليين، حتى لو كان المنتخب الاول هو اقدر اقول عليه القوام الاساسي منه من اللعيبه المحليين. فكرة ان يبقى عندك منتخب تاني بيشارك في البطولات القارية هيكون ليها بالتأكيد مردود. يعني اوعى تكون فاكر انك هتعمل منتخب كده يعني تحصيل حاصل او صوري او عشان ابقى اسمي عملت منتخب للمحليين، لا قطعيا لا. المنتخب ده هيكون ليه مردود ايجابي وايجابي جدا، وهقول لكم بالتفاصيل ونشوف الحدوتة مع بعض ممكن تودينا فين. كلنا شفنا البطولة الإفريقية الأخيرة للمحليين واللي أقيمت في الجزائر كانت عاملة إزاي، والمستوى اللي كان بيشارك فيها الحضور الجماهيري، المستوى التنافسي. المباراة النهائية اللي نفتكرها مع بعض كلنا جمعت ما بين الجزائر مع السنغال، واللي شافها وتابعها عدد كبير جدا، عدد كبير جدا لا تقل قوة عن مباراة المنتخبين بكامل نجومهم، في وجود محرز وماني ونجوم كتير قوي كلنا عارفينهم. طيب اقول لكم على حاجه تانية، المكاسب اللي كان ممكن نخرج بيها في حاله تكوين منتخب المحليين بشكل عملي ومشاركته في البطولات القاريه. اولا تبدا تكون منتخب من لاعبي القسم الثاني يكون منهم حوالي 40 او 50% من قوام الفريق، ده بجانب لاعبي الدوري الممتاز. احنا عندنا لعيبه رائعين، لعيبه مميزين، سواء اذا كان من وادي دجله، من المنصوره، من الاولمبي، بلديه المحله، وكتير دول بس اللي جم في بالي، وكتير وغيرهم. هتقدر تشوف ده على نطاق اوسع، القماشه عندك هتوسع، القماشه عندك هتكون كبيره، تقدر تختار منها انسب اللعيبه اللي انت محتاجها. ده اول حاجه. طيب تاني حاجه، مش مهم على فكره انك تنافس على البطوله، واحنا مش مستنيين منك انك تكسب البطوله، لكن فكره ان مجموعه اللعيبه اللي هيتم اختيارهم ياخدوا خبره الاحتكاك باللعيبه الافارقه والدخول في اجواء البطولات الافريقيه، هتطلع باكتر من عنصر وموهبه هتكون عندك خلال الفتره دي، هيكونوا مؤهلين ان هم ينضموا للمنتخب الاول. طيب نتخيل مع بعض لو عندنا منتخب للمحليين، هيكون عندنا قدام الانديه المصريه فرصه ان هم يضموا صفقات مميزه من منتخب المحليين، ده اكيد. خلاص انت شفت الناس دي بتشارك وفي ارض الملعب وبتقدم حاجه، بدل ما تروح تتعاقد مع لعيبه او محترفين او تدفع ارقام وانت مش عارف الحدوته دي رايحه على فين. هو الفيديو اللي انت اتفرجت عليه ده كان كافي انك يخليك تقدم اوراق اعتماد اللاعب ده انه ينضم لفريق او نادي من انديه القمه؟ لا، في كتير جدا كانوا غير موفقين. ثالث حاجه، فكره الاحتراف، ان يكون في احتراف وارد جدا، وانه مع تالق اكتر من لاعب في البطولات اللي بتكون تحت الانظار عموما، وكلاء اللعيبه والاجانب بيشوفوا لاعب، بيشوفوا اتنين في اوروبا عندهم فرصه ان هم يحترفوا في اوروبا. على فكره كلها افكار، يعني انا بفكر معاكم بس محتاجه ان احنا فعلا نبتدي نفكر في الحدوته دي. عندنا بطولات كتيره، عندنا تطوير بشكل عام في المنظومه الكرويه، فكره انك يكون عندك اكتر من بطوله بتشارك فيها خلال الفترات اللي فاتت، عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس مصر، ابتدى تشوف دلوقتي عندك بطولات جديده زي كاس الرابطه، دي افكار للمنتخبات ان احنا نطبقها بشكل عملي في الفتره اللي جايه، ومش مجرد انك تقول الفكره، لا ممكن احاول اجربها، ممكن احاول اطبقها،
ونشوف الحدوته هتروح بينا على فين. ده من اكتر الاشياء العمليه اللي ممكن ان احنا نقول ان هي فكره، بس لازم يكون ليها تخطيط، لازم يكون ليها سعي بشكل مستمر. كل فرق افريقيا الكبيره عندها منتخب للمحليين، مصر مش اقل منهم، حتى لو كان منتخب بلدك الاول نص قوامه من لاعبي الدوري المصري. مش عيب على فكره ابدا يكون عندك منتخب تاني يكون برضه نواه للمنتخب الاول. عندنا الاولمبي، عندنا منتخب الشباب، عندنا منتخبات كتيره، وكل ما كتروا كل ما ده اضاف لينا وكل ما ده فادنا اكتر خلال الفتره القادمه.